أهلا وسهلا بكم في قناة جمال بينو. الطفلة هذه تعاني من واحد المرض في عينها، واتصلوا بشركة الواتساب ودرت تصويرة واللي لحها في الواتساب تتجمع لها السيدة درهم. الإشارة هاد السيدة العملية اللي خاصها أكثر من 200 مليون. باش تفهموا اكثر نخلي صاحب الصوره هو اللي يتكلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذيك التصويره كانت هذه البنيه اللي صيفطت الصباح، عرفت تقريبا صيفطتها وصيفطتها للاصدقاء والاحباب كلهم اللي عندي في الواتساب تقريبا 100 ولا اكثر، ونسيت ما وضحتش علاش. هذيك الصوره ديال واحد البنيه ما كتشوفش مسكينه، ربما كتبان في الصويره بحال عندها داك اللي كيسميوه العمى الكحل، فمسكينه ما كتشوفش، عندها العينين عندها كل شيء ولكن ما كتشوفش بهم. لهذا والديها بقاو تيطيح وينوضوا، هي مغربيه، بقاو والديها تيطيح وينوضوا حتى شي حد وصلهم. اتصلت بالواتساب والشركه ديال الواتساب، هذو اللي مكلفين بالواتساب، تعهدوا انهم يديروا عمليه لهاد البنت على حسابهم اللي كتسوى مع 200 مليون ولا شنو هي، ولاحوا هاد التصويره في الواتساب، وكيخص كل واحد وصلته هاد التصويره يبارطاجيها، يصيفطها لكل شي الصحاب والحباب اللي عنده في الواتساب ديالو، لان فين ما صيفطتيها لشي حد هاد الدريه كتربح درهم تقريبا شي 10 ولا 12 سنتيم ايطاليا، فداك الدرهم كيتزاد كيبداو يحسبوا في الواتساب. دابا كتحسب باش تكمل 200 مليون تقريبا اللي خاصها العمليه باش يديروا لهاد الدريه العمليه. لهذا حنا بغينا ان شاء الله نكونوا كلنا يد وحده باش نفكوا هاد البنيه حتى هي تكبر كتشوف بحالنا، ما تبقاش مسكينه تكبر تدوز حياتها كلها عامية، وما خاسر والو الا انك تبارطاجي وصلتك التصويره وهاد الاوديو، صيفط التصويره مع هاد الاوديو هذا، ما ديرش كيما درت انا نسيت صيفط التصويره بلا اوديو، صيفط التصويره الحباب والصحاب اللي عندك في الواتساب ديالك ومعاهم هذا الاوديو، ولا اوديو سجلو انت كيما بغيتي باش تدي حسنات، او لا هذا لما كانش عندك الوقت هذا اللي سجلت انا نيت. فهنا لما كتصيفط انت لاي واحد صيفطتيه كتربح معاه درهم، ما كتربحوش انت، كتحسبوا الواتساب. صيفطتي ل 100 ديال البشر راه 100 درهم تزادت في الصندوق في الحساب عند الواتساب باش تكمل 200 مليون باش دير هاد الدريه العمليه وتعيش حياتها كتشوف حتى هي النور بحالنا. وجزاكم الله خير، واسال الله سبحانه وتعالى يوفق كل واحد فينا باش يدير هذه الخطوه هذه ويكون في عون اخيه. فهمتي؟ الله سبحانه وتعالى قالك ماذا؟ الله ان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. فنتعاونوا في هذه القضيه، ما خاسرني والو غير بارطاجي، والفلوس راها كتحسب باش تكمل 200 مليون وهذه البنيه دير العمليه. وجزاكم الله خير.